قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تي في. المغرب، لأن ما الشيخ يذكر على أن سقوط الدولة المرينية هي آخر مراحل ازدهار العلم في المغرب، وكيف يعتبروا السعدي فترة ركود، ثم النهضة تبدأ مع الدولة العلوية. ماذا أقول لك؟ يعني المسألة يرجع فيها إلى المؤرخين لهذه الحقبة. كل دولة كانوا فيها مؤرخين ديالها، يمكن تجي تقرا هذا وقرا هذا وشوف شنو، لأن كل مؤرخ في شي دولة ولا سيما إذا كان رسميا كيقول وكيزيد وكيبالغ. فلهذا الأحسن من هذا أن يرجع الإنسان إلى الآثار. إذا كاين شي كتب شي حاجة ديك العصر هذاك شوفها تعرف الساعة طبيعة العصر كيف كانت. هذا هو. والدولة السعدية كانت أضعف الدول يا شيخ؟ نعم. من ناحية السعديون كان المغرب السعدية السعديون إي كانت أضعف دولة في المغرب، لأنهم كيتكلموا يا شيخ على أن بعد معركة إسلي فضح المغرب وظهرت هشاشته العسكرية والاقتصادية. صحيح هذه كاينة، ولكن فيما يرجع للعلوم النهضة ديالها وداك الشيء، الشيخ المنوني ألف على الكتاب على مظاهر الموحدين العلوم والفنون أيوا، وتم ظهر بأن هذاك الوقت هذا كان مهم أحسن مما جاء بعدك. المرينيون كانت حركة جيدة، حتى هو كتب على ورقات الحضارة المرينية، ولكن هذا في الغالب يرجع إلى مسائل اجتماعية ومباني مش إلى علم شوية. لكن في الكتاب ديال المظاهر يقظة المغرب الحديث، إذا حينما تقرأه في المقدمة تحس بأنه كأنه يتحدث عن مغرب غير موجود بعد سقوط المرينية. إيوا هو كان عنده لقطات من هنا ومن هنا، وكان يعني ماشي قصده يؤرخ شيء عصر وإنما يأخذ بعض الأمور اللي كتدل على اليقظة وأن النار بفطنه وداو كيشتغلوا للعلم هذا هو. شيخ، الفرق ما بين المولى سليمان والمولى محمد بن عبد الله، يقال على أن محمد بن عبد الله كان صادقا في محاولة إصلاح التعليم بفرض المنشور المعروف، أما سليمان فكان رجلا لا يظهر صدقا في هذا الأمر. واش غادي نقول لك؟ يعني أنا كنعتقد بأن سليمان أحسن من محمد بن عبد الله، لأن هذا كان فقيها كان كيصلي الجماعة كيقرا الحلف القرويين. كان تيجانيا شيخ؟ يعني لا، في الأول كان ضد التيجانية، ولكن بعد ذلك استولوا عليه وديك الشيء، معنى الشخصية ضعيفة. وعلى كل حال كان يعني يميل إلى الفقه وإلى الشهاد استحضار الفقهاء والمناقشة ديالهم، شيء معروف عنه. بينما محمد بن عبد الله وديك الشيء ما يقال عنه كله كذب، بأنه كان عالم وكان كذا وكان كلام فاضي، والدليل على ذلك أنه لم يكتب شيئا، إنما كان كيقول ديك العلماء عدلوا كذا وعدلوا، جمعوا لي الأحاديث كذا وجمعوا ويكتب يضع اسمه عليها، وإذا رأيت إبضاءه تعرف من ديك الشيء أنه لم يكن يحسن حتى كتاب التهجير كتاب محمد بن عبد الله، يعني كتب بشكل مضحك. والفتوحات الإلهية له؟ لا مش هذا، يعني أمر العلماء وجمعوا وهذا كان كيعمل حتى سليمان كان يكلف الفقهاء يكتبون في أبحاث وينسبوها لنفسه حتى الخطبة شيخ هذيك عدلوا هذو وإنما تنسب إليه. قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تي في.